باز عندنا سكايب مهم جدا هنتكلم فيه على السوق السعودي. نيكولاي انستين، ده طبعا نيكولاي انستين زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، ده السبورت دايركتور المدير الرياضي لنادي الفتح السعودي معانا عبر سكايب. نيكول اهلا بيك ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكم ومساء الخير للجميع. بنرحب بيك معانا. والحقيقة السوق السعودي الحقيقة كان عامل ضجة كبيرة جدا جدا على مستوى العالم كله، وانت موجود داخل هذه المنظومة. عايزين نعرف شكل الدوري السعودي بعد انضمام نجوم كبار جدا على مستوى لاعبين الليفل ايه، شايف هذه التجربة ازاي، وشايف الدوري السعودي الى اين؟ حسنا، أنا كنت أتوقع ذلك في البداية، توقعت التغير الكبير، ولكن لأكون صادقا بعد ما حدث في فترة الانتقالات الحالية لم أصدق نفسي، لأن كم اللاعبين الكبار الذين أتوا إلى السعودية هو كم رهيب. رأينا في الحال اختلافا كبيرا بين العام الماضي والعام الحالي على مستوى جميع الأندية. بالطبع جودة اللاعبين اختلفت، اللاعبين الكبار، الدوري أصبح أقوى بكثير. بالطبع هل استقدام هؤلاء اللاعبين زي ما بنتكلم في ليفل ايه بيضمن بشكل كبير جدا نجاح التجربة، أم هتكون تجربة مؤقتة في المستقبل القريب وتعود تاني؟ طبعا هيمنة أكيد الدوريات الأوروبية بشكل كبير. رأيك إيه وأنت بتقول إن أنت كان بالنسبة لك مفاجأة كبيرة استقدام هذا الكم الكبير من اللاعبين من أوروبا؟ بالنسبة لي أعتقد أنه يعد أمرا سيطول وسيستغرق وقتا أطول على مدى السنين القادمة، لأن السعودية لديها خطة ولديها منظومة قوية. فالدوري السعودي الآن أحضر لاعبين كبار من حول العالم وليس في أوروبا فقط لكل الأندية، فبالتالي هذا قادر على إنجاح العملية. الأمر ليس فقط بخصوص استقدام لاعبين كبار ولكن لاعبين محترفين خصوصا. أنا لنقول فأنا واحد من هؤلاء الذين أتوا إلى السعودية لخوض هذه التجربة، لجعل هذه التجربة أكثر احترافية. فهذا أمرا هاما أن تستخدم هؤلاء اللاعبين وأن تؤهل الدوري السعودي ليكون أكثر تطورا. فأنا رأيت ذلك بنفسي في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن هذه هي الطريقة لتستمر في النمو والتطور. يريدون أن يظهروا أنهم لحقوا بركاب الدوريات العالمية. هم نجحوا بالفعل في إثبات هذا ولفت انتباه العالم جميعا وليس أوروبا فقط. الجميع ينظر إلى السعودية بفضول ويريد أن يعرف ماذا يحدث في السعودية. أنت بتقول نيكولا أنك هو خلاص أن السوق السعودي لفت أنظار أوروبا كلها والعالم كله، شايف إمتى يكون الدوري السعودي بالخطة اللي اتعرضت عليك أنه يكون واحد من التوب فايف على مستوى العالم؟ كلنا عارفين طبعا توب فايف ليجز في العالم كلهم. هل تستطيع السعودية قريبا أن تقتحم هذه الليستة وتكون من ضمن الخمسة الكبار في العالم؟ نعم، أنا أؤمن بذلك. أؤمن أن السعودية لديها القدرة على ذلك، فلديهم القدرة على المنافسة في المستقبل. كما قلت لك، هم استطاعوا لفت أنظار العالم بإحضار أفضل اللاعبين في العالم، وهذا الأمر لم يكن محض صدفة وإنما استحقوا ذلك. الآن عليهم أن يثبتوا ذلك وأن يخلقوا توازنا بين الأندية، وليس فقط أن يتوقفوا عن إحضار اللاعبين، ولكن أن يخرجوا لاعبين شباب مهارات
مهارات من حول العالم وليس فقط السعودية ليصبح هناك دمج بين اللاعبين الصغار والخبرات الكبيرة. الأمر سيكون مثيرا للاهتمام ليس فقط للجماهير ولكن للإدارات المختلفة الاحترافية حول العالم. فالفيفا تريد هذا على كل المستويات في السعودية وفي أمريكا الجنوبية. فالاتجاه العام الآن للدوري السعودي سيكون ناجحا. هذا أمر مثير للاهتمام لنراه في المستقبل. ما فيش شك أنه أكيد هيكون إضافة للكرة العالمية ودوري جديد يضاف للدوريات القوية أكيد في صالح الكرة العالمية بشكل كبير. وعلى سبيل المثال زي ما أنت قلت هو حتى اللاعبين ما بقاش استقدام اللاعبين اللي سنهم كبير أو في نهاية الكارير، ولكن في بعض اللاعبين أو لاعبين كثر في الدوري السعودي قادمين من أوروبا أعمارهم السنية أعمار متوسطة وأعمار جيدة جدا. هل ده بيأثر على اللاعب السعودي نفسه؟ هل فرص اللاعب السعودي نفسه هتكون تقلصت بشكل كبير جدا مما ينعكس على أداء المنتخب السعودي؟ لا أعتقد أن ذلك سيكون مؤثرا على المنتخب السعودي. فاللاعبين السعوديون الآن هم تحت التطور بالفعل، وأعتقد أن الأندية تنظر للاعبين السعوديين لأنهم يحتاجونهم على المستوى الدولي. فأعتقد أن التواصل الآن بين إدارة الدوري السعودي والأندية مهمة لإثبات ذلك للحفاظ على المنظومة ككل. فعلى سبيل المثال الفريق الثاني في أي نادي والدوري الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز الدرجة الأولى في السعودية نحن نتابع. فأنت لعبت في ألمانيا على سبيل المثال مثلي، فتستطيع أن ترى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا يساعد المهارات الشابة على النمو، وهذا يحدث في السعودية لنؤهلهم للدوري الممتاز أو الفريق الأول. بالفعل نحن الآن نرعى لاعبين جيدين ونحسن من أدائهم وننصحهم كيف يتطوروا. فالآن اللاعبين السعوديين لديهم الجودة ويتطورون على كل حال. نيكولا، من خلال حديثك قلت وبعض الناس بتقول ان يمكن التركيز على يمكن 3-4 أندية في الدوري السعودي بأرقام كبيرة بجانب الأندية الصغيرة شوية قد يؤثر على قوة التنافس ما بين كل الفرق أو الفير بلاي بالنسبة لكل الأندية السعودية. شايف ازاي دوت؟ ولو ترجمناه لنتيجة كبيرة، نادي الفتح بيفوز على النادي الأهلي السعودي بنتيجة كبيرة جدا 5-1، شايف ده ازاي؟ هل هيكون في استثمار ايضا في الأندية الصغيرة على اساس يكون في توازن في الدوري السعودي؟ اعتقد ان هذا في البداية فقط. هم اختاروا أن يعطوا الدعم الكبير لهذه الأندية. بالطبع دعنا نقول أن هذه الأندية لديها قوة أكبر من الأندية الأخرى بفضل التدعيمات الكبيرة التي حدثت. فبالتالي أنا أتكلم ليس عن الفتح فقط، ولكن أتكلم يبعا 13 ناديا آخر. لدينا ميزانية ويجب علينا أن نحترمها، لأن هذه الميزانية هي من وزير الرياضة السعودي أو وزارة الرياضة السعودية. فبالتالي هذه الميزانية تناسب طموحنا حتى الآن، واستطعنا أن نجلب اللاعبين الذين نحتاجهم، ولكن اللاعبين الذين نتمناهم هذا أمر يطول. بالطبع في هذه اللحظة يجب أن يكون هناك هذا التوازن الذي ذكرت، ولكن لأكون صادقا هذا لا يشكل عائقا في بلاد أخرى كما يحدث الحال في إيطاليا. يوجد فرق كبير في إيطاليا بين يوفنتوس وروما وأندية أخرى يستطيع أن ينفقوا الكثير من الأموال عكس فريق كإمبولي، الأمر يختلف. فبالتالي يجب علينا أن نعتاد على هذا الأمر كما يحدث في أوروبا. في حالتنا هذه
لم نصرف كما الحال في الأندية الأربعة الكبرى، ولكن كوننا فريقا جيدا كما قلت. أنا بتفق معاك نيكولا، كمان عملية الصرف بشكل معين هي كمان النتيجة الكبيرة اللي عملتوها أمام النادي الأهلي، بتقول إن عملية الصرف للعيب المناسب واللعيب اللي فعلا بيحتاجه النادي بغض النظر عن نجوميته وشهرته كان شيء مميز جدا. السؤال الثاني، لم تقتصر استقطاب بس على اللاعبين الكبار أو النجوم الكبار على مستوى اللاعبين، ولكن على مستوى المدربين. شفنا مؤخرا المدير الفني الجديد مانشيني الإيطالي يتولى الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، شايف ده إزاي؟ وشايف ده تأثيره إيه على المنتخب السعودي؟ نعم، هذا مثال آخر على ما كنا نتكلم عن الكرة السعودية تريد أن تتطور على كل مستوى، ليس فقط الأندية ولكن على مستوى المنتخب القومي. مانشيني لم نحضر فقط مجرد مدرب، ولكن أحضرنا مدير فني على مستوى عال. نريد هذا لجعل كرة القدم على أعلى مستوى في كل المناحي. بالطبع أحضرنا لاعبين كبار، ولكن كما ذكرت أنت أحضرنا مدربين كبار أيضا. وكلما زادت وتيرة النمو والتطور في الدوري زادت المعرفة، وتكون هذه أفضل طريقة لتطور عقلية اللاعبين قبل أي شيء. أنا بتفق معاك نيكولا، وخليني أتكلم معاك أثناء تواجدك الفترة اللي فاتت، وطبعا الحديث على نجمنا الكبير محمد صلاح. عايزك تشرح لي وعشت الأجواء دي إزاي الفترات ما قبل غلق ميعاد الانتقالات، كيف كانت الحالة في السوق السعودي، كيف كان الجو على مستوى السعودية في استقدام محمد صلاح، ما بين وجوده في اتحاد جدة، ما بين طبعا ليفربول وعناده الشديد في انتقال محمد صلاح. اشرح لنا الأجواء، وكانت الأجواء ازاي عاملة ازاي في السعودية أثناء هذه، يمكن نقول مش هقول الحرب، ولكن كان الاتفاق اللي كان منتظر السوق السعودي بوجود محمد صلاح. نحن نتحدث الآن ليس فقط واحد من أفضل اللاعبين، وإنما هو أفضلهم، وخصوصا بالنسبة للشرق الأوسط. هو أنا متأكد إذا أتيت للسعودية لتلعب ستكون النجم الأوحد، ومن كم المتابعة التي حظى بها محمد صلاح، وخصوصا من الجالية المصرية. هم الجماهير المصرية هم مجانين بكرة القدم، فتخيل حجم المتابعة. تخيل أن محمد صلاح سيلتحق بالدوري، أمر رائع بالطبع. ولكن بالطبع أعتقد أن الجميع كان متحمسا ولا يزال بخصوص قدوم محمد صلاح للسعودية. رأيي الشخصي، أود أن أرى الدوري الآن أكبر وأفضل، ولكن لننتظر. الدوري الآن لديه القدرة على إحضار هذه الأسامي وأن يلتحقوا بالدوري وأن يؤدوا كما نراهم في أوروبا. كما قلت لك في البداية، نعم نستطيع أن نحضر أي اسم، وليس فقط أسماء كبيرة، ولكن اللاعبين المناسبين للبيئة التي نمارس فيها كرة القدم. فبالطبع هذا سيحدث اختلافا كبيرا بالنسبة لكرة القدم التي اعتادوا أن يروها في السعودية وكرة القدم الآن. نحن الآن نتدرب بطريقة مختلفة وأوقات مختلفة، الأمر مختلف بالنسبة للاعبين الأوروبيين، فيجب عليهم أن يعتادوا هذا. وهذا منطقيا بالنسبة لي، سأكون سعيدا بالطبع إذا رأينا محمد صلاح من ضمن هذه الأسماء أن يشارك في السعودية، سيكون رائعا. ولكن لا أمانع إذا تأخر هذا الأمر قليلا حتى نرى ليفوز محمد صلاح، ونفوز نحن بمباريات أكثر في السعودية في حال عدم وجود محمد صلاح. بتفق معاك تماما، ويمكن كان من الأسباب الكبيرة جدا لإصرار نادي الاتحاد هو العملية التسويقية والماركتينج وعدد المشاهدة وعدد معجبين ومتابعي محمد صلاح في العالم كله، بس مش في الشرق الأوسط، قد إيه كان هينتبه إلى الدوري السعودي. طيب نيكولا، آخر سؤال،
هل متابع الكرة المصرية وخاصة يعني النادي الأهلي طبعا البطل الكبير ونادي القرن الأفريقي، رؤيتك إيه للكرة المصرية وللنادي الأهلي؟ أنا دائما مولع بالنادي الأهلي على سبيل الخصوص، وليس فقط الكرة المصرية، هو الأفضل في مصر بالمنافسة مع دول أخرى كالمغرب والجزائر. نرى الأهلي هو المميز. أنا كنت في المغرب مؤخرا فترة إقامة كأس العالم، ورأينا إدارة النادي الأهلي في دبلومة إدارة الأندية التي كنت أحضرها، وقابلت السيد خالد مرتجي كان محاضرا لنا في هذه الدورة، كان يتحدث عن النادي الأهلي، كان محاضرا رائعا. كان لدي الفرصة أن أعرف الكثير عن الأهلي، النادي الذي أعرفه بالفعل كأعظم نادي في إفريقيا، ولكن ليستعرض هذا التاريخ أمامنا كان أمرا مذهلا. أنا أستطيع أن أخبرك بالطبع أن الأندية أن ناديكم الآن لديه مشجعا آخر، والأندية الأصغر تستطيع أن تكون مؤيدة ومشجعة للأهلي في المستقبل. أستطيع أن أقول أن الأهلي يحظى بدعمي الكامل في مباراة السوبر الأفريقي الأسبوع المقبل. واحنا سعداء نيكولا بضم يعني مشجع جديد للنادي الاهلي. طبعا نيكولا طبعا المدير الرياضي لنادي الفتح الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وبنقول لك جود لك ان شاء الله في مهمتك الجديده في السعوديه. شكرا جزيلا نيكولا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.